بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الكريم أولاد جمعة، متحصل على الأستاذية في الجغرافيا ومتحصل على الماجستير في الجغرافيا والديناميات المجالية، مترشح عن بلدية سبيبة عمادة عين زيان رقم واحد إلى أهالينا. هذا برنامجي الانتخابي، العمل على دعم الفلاحين بالعمادة للاستثمار في الفلاحة العصرية، بعث شركة للخدمات الفلاحية، تعميم الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية وإيصال كهرباء الضغط العالي، العمل على تحسين شبكة الإنترنت لضعف التغطية بالمنطقة، تعبيد المسالك الفلاحية، إحداث نقطة بيع علف بالمنطقة، العمل على إحداث مستوصف بدوار السويسية، إيصال الماء الصالح للشرب إلى المنازل التي لم تنتفع بهذه الخدمة، العمل على إحداث مدرسة إعدادية ودعم النقل المدرسي، العمل على إحداث دار شباب ومحاولة دعم الفئات الضعيفة والمتوسطة والإحاطة بالأسرة ومؤازرة دورها وتطوير العناية بذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن، العمل على دعم على صيانة المؤسسات التعليمية والصحية بالمنطقة ومحاولة تطويرها. ختاما أدعو أهالينا في عين زيان إلى التصويت بكثافة واختيار من يمثلهم، اختار رقم واحد على العهد باقون ما بقي الزعتر والزيتون.